الشهيد حبيب الله. المسيرة دي عشان نطلب حق الشهداء اللي توفوا من 25 يناير لحد احداث 19 نوفمبر الاسبوع اللي فات. لحد دلوقتي مفيش اي حد من الضباط اللي قتلوا الشهداء اتحاكم، باختصار انه العسكر يمشي، اللي مش قادر يجيب حق الناس اللي ماتت يمشي. السيرة دي ان شاء الله هنتجه بيها لشارع محمد محمود، هنحط النعوش هناك وهنعمل صلاة الناس اللي استشهدوا. اشرح لي ليه حضرتك حاطط حاجة على عينك؟ ده رمز او يعني اشارة للناس الابطال الرجالة اللي بجد اللي خسروا عيونهم، وفي زي البطل احمد حرارة، وفي كتير قوي بسبب الرصاص المطاطي والاستخدام الغبي من قوات الشرطة للعنف ضدنا ضد مستهارين سلميين. احنا كنا بندافع عن الميدان والشرطة هي اللي ابتدت بأكلنا وسحلنا ورمينا في الزبالة زي الكلاب. اوعى تفكر دمك راح.